أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من مشوار البطولة والذي نقدم لكم من داخل نادي كيما الرياضي بمدينة أسوان. أعزائي المشاهدين من داخل نادي كيما الرياضي بمدينة أسوان، كلمنا هذا اللقاء مع الكابتن سمير فارس مدير مدرسة الكورة بالنادي ورئيس قطاع الناشئين بنادي كيما. أهلا بك معنا النهاردة كابتن، برحب بيك على شاشة قناة طيبة. في البداية نتكلم عن مدرسة الكورة الموجودة داخل نادي كيما. طبعا الحمد لله رب العالمين، مدرسة الكورة بنادي كيما تعتبر امتداد لقطاع الناشئين والفريق الأول. الحمد لله رب العالمين، في دعم دائم من مجلس الإدارة للقطاع، سواء قطاع الناشئين او مدرسه الكوره. مدرسه الكوره الهدف منها ان احنا بنأهل لعيبه صغيرين ان هم يتعلموا المهارات الاساسيه لكره القدم، تمام، ونصعدهم بعد كده قطاع الناشئين. وطالما اللعيب صعد قطاع الناشئين بيبقى فيه لعيبه، في مدربين تانيين بتوع قطاع الناشئين بيبقوا برضه متخصصين، بيلعب بيختلف دورهم عن المدربين بتوع الاكاديميه. مدرب مدرسه الكوره مدرب تعليمي كويس. المدرب اللي مخصص لقطاع الناشئين ده مدرب بيشتغل ويعلم اللعيبه على المنافسات، شغل خططي، شغل بدني، يعني بحيث ان اللعيب يبقى مؤهل انه يلعب دوري مع الانديه الاخرى وينافس. واحنا طبعا نادي كيما نادي بيلعب في الممتاز بيه، نادي له اسمه الحمد لله رب العالمين، ولعبنا السنه اللي فاتت بنلعب جمهوريه، والسنه اللي قبلنا لعبنا جمهوريه برضه، كان لنا نتائج ممتازه طبعا في قطاع الناشئين. وبفضل الله تعالى ودعم مجلس الاداره الدائم للقطاع ولمدرسه الكوره بنحاول نرفع مستوى شان الكوره في نادي كيما باذن الله تعالى ان شاء الله كده. تمام كابتن سمير، عمر مدرسه الكوره بنادي كيما قد ايه؟ بنبدا احنا من 5 سنوات. لا، عمرها من امتى فكرتوا الفكره؟ جت ازاي فكره مدرسه الكوره؟ لا، مدرسه الكوره في نادي كيما شغاله ليها اكثر من 10 سنوات. تمام، شغاله فتره كبيره، ليها فتره كبيره. انا كان في برضه زملاء قبل مني وانا جيت بعد منهم وتوليت الماموريه والمهمه دي، والحمد لله رب العالمين نتاج ذلك في لعيبه يعني في الفريق الاول حاليا برضه من نتاج مدرسه الكوره ومن نتاج قطاع الناشئين. في بسطاوي، في لعيبه معتز، في لعيبه كتير يعني الحمد لله رب العالمين. وده بيسهل مهمه النادي في انه برضه لما اجي يشتري لعيبه مش هيشتري لعيبه كتير بالكم اللي هو المطلوب، لان في لعيبه طالعه الحمد لله رب العالمين، بس هو برضه المطلوب دعم
لان الاولاد صغيرين محتاجين شغل كتير. واحنا بنشتغل في الاكاديميه في مدرسه الكوره هنا يعني عايزين برضو الوقت يبقى كتير. بس المشكله طبعا عندنا ملعب برضو واحد فريق الاول معانا والناشئين ومدرسه الكوره، فبرضو يعني ربنا نامل ان شاء الله الفتره الجايه كده يبقى في ملعب تاني يتوضب ويتعمل كويس، ده هيفرز عدد اكبر لقطاع الناشئين والفريق الاول من مدرسه الكوره ان شاء الله كده. انا شايف بسم الله ما شاء الله يعني مدرسه الكوره مليئه باللعيبه والاطفال المتميزين والعدد كبير جدا، يا ترى العدد اللي موجود داخل المدرسه قد ايه؟ احنا الحمد لله عدد مدرسه الكوره عندنا حوالي 350 لاعب بفضل الله تعالى الحمد لله. مختلف الاعمار طبعا. مختلف الاعمار من 5 سنوات لحد 14 سنه. كويس. كل دول بنشتغل عليهم، بنشتغلوا يومين في الاسبوع، يوم الثلاث ويوم الجمعه من كل اسبوع، والحمد لله رب العالمين يعني في تحسن. حاسين الاولاد الواحد من نظرتنا ومتابعتنا ليهم بنلاقي في تحسن وفي في في حاجه جميله. انت بتحس الاولاد الصغيرين لما كل يوم عن يوم مستواه بيعلى او بيتعلم. اكيد طبعا. بيتعلم حاجه جديده. انا كمدير قطاع او مدرب ببقى مبسوط جدا. اكيد. والحمد لله رب العالمين يعني الحقيقه دي حتى اولياء الامور في ناس شافت مستوى اولادهم اتحسن عن الاول. وطبعا بيجي يعني برضو بيثنوا على الكلام ده وبيجي يشكرونا طبعا، لكن هو طبعا سامين شغلنا ان احنا مسؤولين. الاولاد دول مسؤولين مننا مسؤوليه تامه طبعا. يعني الحمد لله. يعني نقول حضرتك عم بتشوف اللاعب او الطفل جاي وبتشوفه يعني بيتعلم اول باول، وده برضو بيبسطك وسعدك زي ما حضرتك ذكرت طبعا يعني. طبعا. طب هل في تواصل بين الـ 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 المسؤولين عن المدرسه واولياء الامور؟ والله احنا اولا احنا الحمد لله رب العالمين عاملين شغل كويس معانا طبعا ناس 2 اداريين ما شاء الله عليهم. الناحيه التعليميه بتبقى معانا في مقام عالي جدا. تمام. لان احنا بعد نهايه العام الدراسي واثناء العام الدراسي بنتابع الاولاد، كل واحد بيشوف شهاده الدرجات بتاعته. تمام. هل هو مستواه كويس في التعليم ولا مش مستوى، لان احنا برضو بنعتبر ان الكوره حافز ان هو يتعلم. طبعا. احنا ما بنعتبرش ان الكوره بتنهيه عن التعليم، لا، الكوره بتبقى حافز بفضل الله تعالى الحمد لله. هنا بنصلي مع بعض جماعه. كويس. يعني المغرب بيأذن اثناء التمرين بنصلي، كله بيصلي بلا استثناء. اللعيب اللي ما بيصليش بنقول له شكرا انت مش ملتزم، احنا بنغرز فيهم النواحي الدينيه والنواحي يعني التربويه من هو وصغير. احنا بنساعد البيت يعني لازم احنا نكون عامل مساعد للبيت ان الولد يبقى برضو عنده النزعه الدينيه والنزعه التربويه بحيث انه يبقى اهله في البيت مرتاحين. تمام. ما يسببش مشاكل لاهله. تمام. واي ولد بيعمل اي مشكله في البيت في الطريق في اي مكان بيوصل لنا المعلومه بنوقفه، اللي بوقفه اسبوع ويس. اسبوعين كعقاب. كعقاب لازم يبقى فيه مش من عندي بنا ملاش. لا لا ده الولد انا ملتزم بيه حتى في بيته. كويس. ولي الامر بنتصل، الاداري بيتصل، في عمل مشكله عمل حاجه في يتكلمنا. طب معلش بعد اذنك محروم اسبوع محروم اسبوعين. كويس. العقاب ده بيجيب يعني نتيجه طيبه مع الاولاد. تمام. واحنا شغالين عشان نساعد اولياء الامور نخلق جيل جديد يفيد البلد. احنا بلدنا يعني الحمد لله رب العالمين محط انظار كل العالم. تمام. وكله عايز يتعبنا. فاحنا عايزين نخلق جيل جديد يساعد بلدنا باذن الله تعالى كده ان يرفع مستوى البلد وشأن البلد ان شاء الله.
كابتن سمير، هل المسؤولين داخل مدرسه الكره بنادي الكيما بينزلوا المدارس عشان يختاروا بعض المواهب اللي موجوده داخل المدارس اللي هي ما عندهاش فكره انها توصل نادي كيما؟ والله احنا بنعمل بعض لنا بعض الكشافين، بعض الزملاء برضه بيجيبوا لنا اولاد، يعني برضه طبعا مدرسه الكوره هنا ليها ضوابط، لكن في ولاد من بره كيما، فاحنا بنحاول برضه بقدر المستطاع نجذبهم عشان خاطر ينفعونا في قطاع الناشئين، ينفعونا في الفريق الاول، حتى لو حد من بره كيما ومستواه يعني ممتاز، احنا لازم احنا نسعى ان احنا نخليه نحببه في المكان، ونخليه يعني نديله لبس ونديله نساعده ان هو يعني يرتبط، نربطه بالمكان عشان خاطر يفيدنا مستقبلا. احنا مش بندور على النهارده، بندور على احنا على بعد سنه وبعد اثنين وبعد ثلاثه وبعد 10، بحيث ان الراجل المسؤول عن الفريق الاول لما يجي يلاقي ان عنده كوادر من لعيبه تساعده. معلش اسعار اللعيبه النهارده بقت اسعارها عاليه جدا، اكيد، فاحنا عايزين نوفر لنادي كيما الحاجات دي، الاسعار دي، بدل ما الناس كل شويه نشتري لعيبه بكده، لا عايزين نوفر احنا، وده اللي احنا الهدف بتاعنا، نخلق جيل جديد يفيد بلدنا مصر، وفي نفس الوقت يخلق يفيد نادي كيما ويفيد اهله وبيته ومستواه العلمي كويس، مستواه الديني كويس، وتربويا كويس ان شاء الله. هل الاقبال هنا على مدرسه الكوره بنادي كيما في المدارس اكثر ولا في الاجازه اكثر؟ والله هو احنا عندنا هنا ولا في عدد ثابت معين؟ لا على طول، هو احنا العدد الحمد لله رب العالمين عندنا 350. هو اللي بيختلف معانا في ايام يعني بيبقى فيها دروس، في ولد مثلا ما بيجيلكش يوم من الاسبوع عشان عنده دروس، فاحنا بنسنيه من الكلام خلاص ماشي طبعًا. انما العدد ده موجود طول السنه الحمد لله رب العالمين، مستمرين وموجودين على طول يعني. تمام، الحمد لله يعني. كلمه بقى تقولها لكل المسؤولين داخل مدرسه الكوره بنادي كيما؟ اتمنى ان احنا كل واحد فينا يبذل وانا اولهم اقصى ما في جهده عشان ننجح المكان وننجح اولادنا دول، لان الاولاد دول مسؤوليه وامانه، امانه في رقبتنا، واحنا من باب اولى لازم نعتبرهم اولادنا في المقام الاول عشان خاطر كلنا ننجح بيهم. الاولاد دول لو نجحوا احنا نجحنا معاهم، لما يطلع لعيب هيقول كابتن سمير كان، كابتن خالد، كابتن جمال، كابتن مبارك، كابتن عمرو، كابتن علاء، كل الناس هيقول اسم المدرب كان بيدربه، فده بقى عندنا نجاح للمدرب ونجاح للعيب ونجاح للنادي. يعني ان شاء الله كل الموجوده المجموعه الموجوده باذن الله تعالى كده ربنا يكرمهم ويكون مستواهم كويس الفتره الجايه ان شاء الله. ايه اللي شايفه بقى، ايه اللي ممكن يحققه الفريق الاول؟ والله هو الفريق الاول السنه اللي فاتت كان هيصعد ممتاز، لكن مفيش نصيب طبعا. نتمنى الفتره الجايه يعني مستواه يبقى افضل من الوقت الحالي، وان شاء الله يصعد باذن الله تعالى كده على ايد برضو الناس الموجودين المخلصين باذن الله تعالى كده. شايف في بعض السلبيات اللي موجوده داخل الفريق؟ والله في كل مكان في ايجابيات وسلبيات، مفيش مكان كله ايجابيات اكيد طبعا. والناس المسؤولين عن الفريق لو اظن ومجلس اداره شايفين الكلام ده وبيتداركوا اي سلبيه بيتداركوها، واي ايجابيات برضو بيحاولوا يزودوها، يعني مفيش حد بيسكت على السلبيات ولا حد بيرضى بالايجابيات، بيزود بل بالعكس بيزودوا الايجابيات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
أعزائي المشاهدين، ومعنا في هذا اللقاء مجموعة من البراعم الموجودة داخل مدرسة الكورة بنادي كيم الرياضي. هنتعرف عليهم. تعرف عليك؟ اسمي عمر أشرف. سنة كام؟ سنة ستة. اسمي عبد الرحمن قاسم في سنة خمسة. اسمي يوسف عنتر في سنة تالتة إعدادي. عبد الرحمن أحمد تاني إعدادي. أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة. نتكلم في البداية، أنت قلت لي سنة كام؟ سنة ستة. سنة ستة، ليك كم سنة في مدرسة الكورة هنا؟ أول سنة ليا إن شاء الله. أول سنة؟ آه. إيه اللي خلاك جيت مدرسة الكورة؟ حبيت النادي وحبيت اللعيبة وحبيت الكباتن، لأنهم يعني كانوا بيحتووا اللعيبة كويس، كانوا بيهتموا باللعيبة وكده، فأنا حسيت إن أنا ممكن أبقى أحسن وحاجة كبيرة هنا. تمام. بتيجي كم يوم في الأسبوع؟ يومين. يومين، الجمعة وثلاثة. ايه اللي بيحصل في يعني يوم الجمعة وايه اللي بيحصل في يوم الثلاثة؟ هو يوم الجمعة احنا بنلعب زي كده تقسيمة، ويوم الثلاثة بنلعب بدني يعني عشان اللياقة البدنية تزيد وكده بس يعني. تمام. انت بقى قلت لي سنة كام؟ سنة خامسة داخل ستة. احكي لي بقى، انت من يوم ما جيت هنا جيت امتى الأول؟ جيت انا ليا 3 سنين في مدرسة الكورة. واللي أول سنة كان بيحصل ايه؟ وتاني سنة وتالت سنة، وايه اللي اتعلمته داخل المدرسة؟ أول سنة جيت المدرسة هنا حبيت الكباتن وحبيت أصحابي وحبيت اللعيبة واهتموا بينا وكده، فحبيت مدرسة الكورة. وانا من الاول كنت حابب الكوره من انا صغير. حسيت نفسك انك انت يعني استفدت داخل مدرسه الكوره؟ ايوه استفدت. استفدت ايه بقى؟ استفدت بيدربونا وما وبيخلونا اللياقه البدنيه تزيد وبيهتموا بينا كويس. انت عبد الرحمن؟ يوسف. يوسف اهلا بك. يوسف سنه كام يوسف؟ سنه ثالثه اعدادي. كويس. احكي لي بقى، انت ليك قد ايه هنا؟ سنه. سنه. ايه بقى، ايه اللي خلاك جيت هنا؟ ماما وبابا شجعوك ولا المدرب ولا زميلك ولا ايه؟ المدرب شجعني وحبيت اجي هنا عشان القوه البدنيه تزيد. كويس. ويعني بيعلمونا وان شاء الله نطلع لعيب كبير. تمام. كنت الاول بتعرف تلعب حاجه بسيطه، دلوقتي بمستواك احسن؟ تمام. احكي لي بقى، انت بتيجي يومين هنا؟ بتيجي يوم ثلاثة وجمعه. كويس. انت عبد الرحمن. اهلا بك عبد الرحمن. سنه كام عبد الرحمن؟ تاني اعدادي. تاني اعدادي. احكي لي بقى، انت امتى جيت هنا؟ من سنه. احكي لي بقى. انا لو كنت بلعب في نادي كده في منطقتنا هو يعني بعتني ان هو الكابتن كان بيجي ياخدوا لعيبه من هناك فجابوني هنا وكده لعبت هنا وهنا جيت اتمرنت وكده، وهنا كان في حاجات حلوه يعني طلعنا الدوري ولعبنا وكده. كويس. بتيجي يومين في الاسبوع مش كده؟ اه ثلاثه الجمعه. انت قلت لي لك سنه؟ اه. كويس. شايف نفسك انك انت استفدت من درس الكوره؟ ايوه. تمام. زود ومن انت مثلا زميلك اللي بره تقول له ايه بقى اللي هو مش معاك هنا؟ اقول له تعالى يعني تعالى عشان تستفاد لياقه بدنيه كده. آه. صح كده؟ اشكرك. شكرا. ماشي.
أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا معكم لهذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من مشوار البطولة.